الله وبركاته. اليوم خبر صار لنا احنا كمسلمين، اللهم لك الحمد والشكر. الكابتن سيرجيو ريكاردو، اللاعب الدولي الشهير، لاعب نادي الاتحاد، اعلن اسلامه، اللهم لك الحمد، بعد صلاة الفجر. وسيرجيو، هلو ماي فريند، هاي ماي فريند، ويلكم من اسلام. ثانك يو فيري ماتش. 6:36 in the morning. الحمد لله صليت معنا الفجر اليوم. Start to talk 4 o'clock. He's finished his gesture now. الحمد لله. Now I am a Muslim. الحمد لله. I am going to pray. I think you know this is the best decision I get in my life. الحمد لله. هو اسلم اليوم معنا، وشكر موصول كذلك للشيخ صالح بهويني ورئيس الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. والحمد لله كان خبر صار اليوم، ومبروك سيرجيو، ويلكم. ثانك يو فيري ماتش. الحمد لله رب.